مرحبا، نحن اليوم بخريبي الشوف بضيافة الأستاذ مارسيل الأشقر. خريبي مشهورة كتير بنوع معين من الزيتون، هو الزيتون الشتوي. بعد ما نجيب الزيتون من الشجر، أهم شيء نقطي يدويا أو بمكانات جديدة ما بتأثر على الزيتون. كمان الورق إذا كان موجود بقلب الزيتون على العصر كمان بغير بالطعمة وبأثر على النوعية كتير. تاني مرحلة هي بروح عنا على الغسيل، بيتغسل الزيتون، بعدين يضل في ورق شوي زيادة كمان بينشل منه على جنب. بعدين بروح على مرحلة الطحن. هون مرحلة الطحن عنا عم بتكون على الحجر القديم. بعد مرحلة الطحن بيروح عنا على العجن، هيدا اللي بيخفقوا كله سوا مع بعضه بخليه يصير هوموجينيس، يعني لا يروح على المصفاية عنا. بعدين بنمرقهم على المصفاية تاني، بتكون خلصت عنا العملية وطلع عنا الزيت الصافي بالآخر. البقايا الاخرانيه اللي بتروح معنا بتحول لحطب للتدفئه خلال فتره الشتويه بالمنطقه هون.